بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة يوم السبت هو يوم السعادة يوم الكلام مع أصحاب السعادة سواء المقبلين على الزواج أو حديث الزواج أو حتى المتزوجين اللي بيحاولوا يجددوا حياتهم الزوجية النهاردة هنتكلم عن, عن مهارة مهمة جدا جدا في الحياة الزوجية مهارة دي لما بيفقدها كثير من الأزواج بيحسوا بحاله من حالات عدم الاستقرار في حياتهم الزوجيه مهاره في الحقيقه مش مهاره بنحتاجها بس في الاوقات الصعبه او احنا محتاجينها على طول بس احنا هنتكلم عنها امتى المهاره دي لو استخدمناها بتكون في افضل اوقاتها المهاره دي هي دعم شريك الحياه في اوقات الشده ايه المهارة دي؟ هي في مهارة كده اسمها مهارة دعم شريك الحياة في أوقات الشدة. أوقات كتيرة شريك الحياة بيتعرض لظرف والظرف دوت بيبقى من أك... بيكون من أعلى من طاقته وأعلى من استعداده وأعلى كمان من قدرته على التفكير ازاي يعمل ده وعشان كده لازم شريك حياته يدعمه ويقف جنبه ويمكن الفقد هو ده أكتر الأوقات اللي بيحتاج فيها شريك الحياة للدعم من شريكه. في حاجة لازم نقولها هنا، إن في الفقد بالذات بيحصل حاجة ما بيبقاش شريك الحياة متصورة، إن شريك الحياة اللي فقد نفترض زوج أو زوجة بيرتفع عنده سقف توقعاته من شريك حياته. وعشان كده لازم نخلي بالنا واحنا كلامنا النهارده عشان ينتبه شريك الحياه الداعم مش الفاقد سواء الفاقد ده كان الزوج او الزوجه وده عشان نقدر نتعامل مع الفقد بنقول للناس ما تنظروش للفقد ولكن اتاهلوا بدري وما تنتظروش ان الفقد يحصل لكن اتاهلوا من بدري في بعض الناس يقولوا يا جماعه ما نبشرش على نفسنا خلينا كده عايشين في الرخاء وان البلاء موكلون بالمنطقي لا احنا طول الوقت بنفقد اشياء كتير بنفقد شغل بنفقد صديق بنفقد فالمساله مش مساله الفقد ده لان في بعض الاحيان لما الانسان بيفقد حاجه حتى لو كانت في نظر شريك حياته حاجه قليله ممكن تكون حاجه مؤثره في حياه الانسان فلذلك الفقد واوقات الشده دي مهم جدا جدا انا بسميها اوسع فرص التغلغل في شريك حياتك حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طول الوقت بيعلمنا ازاي نقف جنب بعض وازاي يكون الانسان للانسان كالبنيان يشد بعضه بعضا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر ايوه كده ايوه هو ده الدعم ولازم لما يحصل الفقد بقى ان احنا نغير رؤيتنا للحياه فلازم نفهم ان كل مكون من مكونات الحياه بما فيها احبابنا وممتلكاتنا واشغالنا كل ده حاجه جاية عشان تادي وظيفه وايه اللي حاصل ويجي حاجات تانية تادي وظيفه مكانها ما تقعدش تقول للناس ان الحاجات دي بتفنى لكن قول لهم ان هي جايه عشان تادي وظيفه وهي ادت وظيفتها يعني ايه عشان يفضل الناس حاسين ان الحاجات اللي فقدوها مش حاجات تترمي لكن حاجات مالها حاجات أدت وظيفتها ولازم احنا نكمل وظيفتها أي حد فقد مثلا والده لما تكون زوجتك فقدت حماك أو فقدت حماتك أو فقدت صديقة ليها أو ايه أو الزوج فقد صديق ليه أو حتى فقد ابن من أبنائهم ده بيقول إن اللي كان موجود ده قام بدوره ولازم انت تطور من نفسك وتقوم بدور جديد مع نفسك ده المعنى اللي احنا لازم نوصله لاحبابنا بس عشان نقدر نوصله لهم لازم ناكد كمان على ان الله اكرم وارحم والطف من انه ياخد حاجه من حد وكان ادهاله لان الملك اذا وهب ما سلب وسبحانه وتعالى لا يحتاج لهذا ولكن لما تيجي تتعامل مع الفقد لازم تكون حكيم ويبقى عندك مهارة دعم شريك حياتك في الفقد ده ونعرف إن إحنا مش بنفقد ومش حياتنا بتنقص ده إيه اللي بيحصل؟ ده حياتنا بتتطور في حاجات كنا ممكن محتاجينها وإحنا صغيرين لكن لما كبرنا ما بقيناش محتاجين لها يبان قوي 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 إزاي الأولاد بيستقلوا عن أبائهم وأمهاتهم وإزاي الحياة بتتسع في عين الشخص اللي كانت الدنيا صغيرة عنده بقت بتتسع وهو الان محتاج يجرب وبيعتبر ان نصيحه الاباء والامهات في اوقات كثيره بالنسبه له نوع من انواع التقييد يبقى احنا لازم نفهم ان الناس قاموا بادوارهم ولازم الحياه تتطور واحنا بنتعامل مع الناس لازم نعلمهم ان حياتهم مراحل وفيها دايره للحياه والدايره للحياه فيها اشياء بتاخد ادوار اشياء تانيه ويمكن ده اقدر افهمه لكم بشكل واضح لما نلاقي انماط الازواج مع بعض شبيهه بالادوار اللي كانت بتقوم بيها الامهات او الاباء ففي الزوج الام وفي الزوج الاب وفي الزوج الصديق عايزين نقول ايه ان احنا في حياتنا بيجي ناس ياخدوا ادوار مهمه في حياتنا ليه لان الحياه بتتطور وعشان كده مفهوم الفقد اكثر اتساعا من فقد الناس بالوفاه ممكن يبقى انفصال ممكن يبقى طلاق ممكن كمان يبقى فقد الناس ولو كان بالموت لازم نفهم قاعده مهمه تتعلق بيه ان الناس ما بيذهبوش بالموت الى الفناء هو ما راحش الى الفناء هو راح لحياه اخرى بيننا وبينه وسائل تواصل كتيره جدا جدا المفهوم ده لازم اتعلمه انا اذا كنت عايز اقوم بدعم شريك حياتي. لازم نفهم ان الحياه ان الموت ده مش معناه الفناء. شريك لو كان والد لو كان والده لو كان اي حد انتقل مش معنى كده ان هو في الفناء. انا عمرو الورداني لما بي لما بي لما بتضايق بحس ان امي الله يرحمها بتبتسم لي. وانا عارف ان الابتسامه دي مش وهميه. دي ابتسامة حقيقية في عالم هي فيه أوسع بكتير من العالم الأشباح اللي احنا فيه ده في عالم وسط اسمه عالم البرزخ واللي هي بتتخلص فيه من ضيق المكان والزمان والأجساد وتنطلق في عالم الروح فاحنا ممكن نكون في علاقة واضحة الكلام ده لازم نقوله لشريك حياتنا نقوله لشريك حياتنا بس بحكمة يا ريت في التعامل مع الشخص اللي فقد لازم يبان فرق كبير بين ان احنا نقوله ان لازم نفهمه بس ما نفهموش بما ان احنا نتحول الى معلمين ومدرسين ليه لازم نقول له انك دخلت في بطاقة احساس تانية وفي عالم تاني بعيد عن عالم الوجع عالم متسع بينك وبين حبيبك اللي انتقل بس اوعى لما يحزن او يتضايق إحنا جايين بنعمل إيه دلوقتي؟ بفتت ليك المهارة مهارة دعم شريك الحياة عند الفقر. أول حاجة لازم أنت تكون جاهز نفسيًا إن أنت تكون فاهم إن الحياة أوسع بكتير إن هي تنتهي بالموت. ولكن اللي بيموت بينتقل إلى حياة أخرى. وبيننا وبينه علاقة أكيدة. وعشان كده بيفضل الإنسان زي ما حضرة النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له يبقى إذن هو ما راحش للفناء احنا بيننا وبينه صلة وهذا الكلام لابد إن أنا أكون أنا حاسه عشان لما أعيشه معاه شريك حياتي يقدر يفهمه أنا كمان بشكل كبير جدا جدا لازم أنا كمان أكون حاسس بشكل واضح إن أنا بيني وبين أحبابي اللي انتقلوا إلى هذا العالم صلة ويا ريت أقدم له هذه الخبرة بس خطر جدا إن حد يجي ولازم نقول بقى إن إحنا لازم نعمل إيه؟ من المهارات المهمة إن أنت ما تكذبش مشاعر شريك حياتك وهو في الحالة دي لأن لو حد يجي يكذب مشاعر الشخص اللي فقد هيحس بإنه إيه؟ هيحس بإنه هو والعياذ بالله بيحاول يخليه انسان مت... زي الحجر او يحس بان هو الانسان اللي فقده ده ملوش اهميه فيتحول الى انسان عدو ولذلك احنا نأكد له مشاعر الحزن اللي عنده على انها مشاعر صادقه وان هو عنده حق في ده بس ممكن نكلمه بعد كده عن مصدر مصدر المشاعر دي ونيجي نقول له انت شاعر بالفقد لانه هو تحول إلى الفناء أبداً ده في طريق مفتوح بينك وبينه وممكن نكلمه كمان على السلوك المترتب على هذه المشاعر ونقوله نقول له ما ينفعش إن أنت تمشي ورا مشاعرك دي فما تاكلش وما تشربش وتهجر الحياة والحياة تبقى عندك تنتقل إلى ما يسمي يسمى عند علماء النفس إلى الحزن الدفين لا وما ينفعش إن مشاعرك هي اللي تسوقك لكن نعمل إيه؟ نحاول نقول له إن المشاعر موجودة ومشاعر صادقة بس ما ينفعش ان هي تكون هي اللي بتقودنا في حياتنا. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى بالطريقه دي انا بتكلمه بشكل صحيح. يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى نحاول بقدر الامكان. وفي رجاله بتعمل حركه صعبه شويه. هم عندهم في دعمهم مثلا للزوجه اذا فقدت حد عزيز ليها بيعملوا حركه هي مش صحيحه للاسف. وهم ساعتها بيبقوا فاكرين ان هم كده بيعالجوا المشاعر السلبيه اللي عند زوجته. ان هو يحسسها ان رفض الشعور ده بيعالج الشعور ابدا والله. يعني انت لو رفضت الحزن او هي رفضت الحزن هي مش بتتعالج من الحزن. لكن رفض الشعور لازم يفهم إنه هو بيدعم الشعور. وبيخلي الانسان يتضايق ولذلك حضره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للرجل لا تكن عونا للشيطان على اخيك فانه ما زال يحب الله ورسوله. لان في كان واحد مؤمن بس عامل معصيه واحس أنه فقد ايمان فحضره النبي بيقول له ما تعاونش الشيطان عليه فتحسسه ان شعوره ده لما ترفض شعوره دوت ان هو حزين وان هو بيحب الله ورسوله لما ترفض الشعور ده ويحس فعلا أنه هو فقد الايمان وحضره النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد سيدنا ابراهيم ايه اللي حصل بكى فقالوا له, له اتبكي يا رسول الله فقل لهم يا حضره النبي فيقول لهم انما انما هي رحمه فعلمنا ان المشاعر في وقت الفقد او في وقت الاسى اللي بيدعم حد لازم ياكد على مشاعره أنه مصدقه في مشاعره وانه له حق في مشاعره دي بنشوف ناس بتعمل حاجات وخاصه من ارباب التدين الكمي وارباب يجوا للناس وهم حزانه وبيبكوا بيبكوا بيبكوا بس يقولوا حرام عليك ما تبكيش ويفهموا ويفهموا الحديث غلط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعذب بكاء اهله لكن الروايه الصحيحه ان الرجل لا يعذب واهله يبكون فاذا هو ما كانش بيعذب بهذا البكاء ده كان حال اهله ان هم بيبكوا وكانوا اولى ان هم يدعوا له ليخفف عنه العذاب ومن هنا اسمحوا لي اقول للرجاله بلاش تشتغل معلم في لحظه الفقد بلاش دي لإن أنت لو اشتغلت معلم في لحظة الفقد أنت بتزيد الوجع وبتزيد ال... وبتزيد الجرح وبيبقى الجرح بينتقل من جرح ممكن يتداوى إلى جرح غائر ويبقى الجرح خاص بيك أنت يبقى أنت اللي جرحته مش إن هو فقد وإن دوت هيتداوى مع الأيام والليالي يحس إن أنت اللي جرحته لو زوجتك فقدت والدها فدورك دلوقتي هي منتظرة إيه؟ منتظرة حاجة مهمة أوي إن الحنين وان الحنيه اللي كانت عند والدها هي منتظره ان انت تقوم بده فهي منتظره منك دلوقتي ان انت تحتويها بما لا يجعلها تشعر بكم الاسى الكبير اللي هي بتشعر بيه عشان هي فقدت والدها يبقى هي الان هترفع سقف التوقعات وهي منتظره منك ده وعشان كده ليس من مهاره في دعم شريك الحياه ان انت ترفض اساه ولكن ان انت تحتويه وتحسسه بالحنيه هو محتاج حنية مش محتاج ان انت تعلمه الحكمة. طب ايه ده يعني مش هنعلم الناس الحكمة يعني مش هنخلي الناس فاهمين؟ بلاش ده دلوقتي. هيحصل قريب. هيحصل قريب وهو بيسالك اعمل ايه عشان اخرج من الشعور ده؟ وفي حاجة كمان بالنسبة للرجالة وهو شعورهم ساعات بيبقى عندهم قلق بيبقى عندهم شعور ان لو رجعنا للحياة الطبيعية بسرعة ومن ضمن الحياه الطبيعيه بقى عشان تزيد المساله ان احنا لو رجعنا للحياه الطبيعيه بسرعه ورجعنا للحياه الخاصه وللعلاقه الخاصه بسرعه هو ده اللي يقلل الاسى ويخلي الشعور بالاسى ده يذهب ويرجع الى حياتنا الطبيعيه هو فاكر ان كده بيقلل الاسى لا اللي بيقلل الاسى في الحقيقه هو تغيير مفهوم عند صح عند عند الشخص اللي عنده الاسى وانه يشوف سلوكيات كبدائل ممكن تعوضه وتخليه يفتح مجالات جديدة للتفاؤل إن الحياة مازالت مستمرة وبتتسع وساعتها يخرج من الأسى على فكرة أي محاولة لإخراج إنسان من الأسى رغما عنه بتقابل بالرفض وبتقابل بأن الإنسان ده يتولد عنه نوع من أنواع الحنق والكراهية في بعض الأحيين للشخص اللي حاولوا يخرجوا من الأسى ده بالإكراه وبتخلي الفقد يقول وبتخلي الفقد يقول للإنسان هو أنت مش شايفني؟ هو أنت مش شايف الوجع اللي أنا فيه؟ هو أنت مش حاسس بوجعي؟ والحالات دي بيخرج منها أساليب للدفاع ممكن تفضل طول الحياة من بعد كده. تيجي الست تقول أصل هو ما وقفش جنبي لما والدي توفي. وهو يقول أصل هي ما واستنيش لما أمي انتقلت. ويفضل الناس في الوجع ده وفي المواساة دي. أرجوكم ما تتحولوش إلى معلمين لما تيجوا تدعموا شركاء حياتكم. هيجي وقت وهنتكلم فيه على ان مصدر الاسى ده مصدر ممكن ما يكونش صحيح. ممكن نتكلم كمان على ان الاسى ده ما ينفعش يستمر لان الحياه فيها حاجات كتيره من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ونفهمهم ان مش الوفاء بيكون بالاسى لكن الوفاء بان انت تبعت الهدايا للي مفتوح باب بينك وبينه اللي انت فقدته. وعشان كده هقول لكم شويه اجراءات بسيطه ممكن نبتدي ندرب نفسنا عليها عشان نقدر ندعم شريك حياتنا لما يحصل عنده فقد أول حاجة اسأل شريك, شريك حياتك بعد ما يهدأ اسأل شريك حياتك يحب تعمله إيه عشان تخفف من عنه السؤال ده على فكرة على قد ما بعض الناس بيقولوا أني سؤال مش في موضوعه أنت أغمره بالحنية بس السؤال دوت هيكون سؤال في محله بعض الناس يجي يقول له يعني معقوله اجي اساله انت محتاج اعمل ايه عشان اخفف من عليك هل ده سؤال مناسب اه مناسب في الوقت ده مناسب ليه لان انت في اوقات كتيره انت ممكن تعمل اشياء في غايه الخطوره عليك ولازم ايه اللي حاصل تسال الشخص ده انت محتاجني في ايه عشان اقدر اعمله لك يبقى انت اول حاجه اغمره بالحنيه لكن لو عايز تعمل اي اجراء اسال الشخص اللي فاقد حد من اعزائه ايه اللي انت ممكن تعمله بجانب الاشياء العامه وبجانب الاشياء المخففه وبجانب الحنيه اساله هو محتاج ايه؟ لو سالته هيكون السؤال دوت من الحكمه ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. الامر الثاني حاول تفكره بالذكريات الحسنه وقول له ان دوت ممكن يعمل محيط حواليه من الحاجات الحسنه اللي ممكن يحس بيها ان هو يبث التفاؤل في حياته. كلمه عن الاشياء اللي خليته سعيد سواء حتى مع الشخص اللي اللي فقده لان على فكره في بعض الناس يحاولوا يقولوا احنا مش عايزين نفتكره لا افتكار الاشياء الحسنه وتخلي الانسان يفرح بيها ويتبسم اوقات كثيره بتعالج الاسى الاسى بيعالج بالذكريات الحسنه الحاجه الثالثه اللي انت ممكن تعملها ان الشخص اللي عنده اسى لازم أقوله دايما ان بكره هيكون احسن وان هو شخصيا هيكون احسن وان هو يقدر يتجاوز الاسى بتاعه، وان هو عنده حاجات كتيره ممكن يقدر يعملها، والحاجات الكتيره اللي هيقدر يعملها دي هتعود بالنفع عليه وعلى من فقده، وهو لازم يقوم ويتنبه ان هو قادر يعمل ده، وساعتها بنفتح له منافس جديده للحياه، والحياه لما بتجري، والحياه لما بتتغير، الاسى بيتحول الى حماس، والاسى بيتحول الى شغف لدى الانسان ان هو يستثمر حياته عشان يعود بيها بالنفع عليه وعلى من فقده يا سادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلمنا عن انقطاع عمل الإنسان ومنه ولد صالح يدعو له بيعلمنا طريقة جيدة جدا نساعد فيها كل الناس اللي حصل لهم فقد وخاصة لو كان شريك حياتي إزاي أقدر أدعمه عشان يقدر يتجاوز الأسد ده وما ننساش حاجة مهمة أوي أوي واحنا بندعم شريك الحياه ان احنا ما نغيبش عنه. الغياب عنه بيحسسه بالوحشه وكل ما شريك الحياه في الاوقات الصعبه اللي اوقات الفقد دي ممكن يطلبنا وما يلاقيناش بيحس بفقد اكتر بيحس بفقد حد غاب عنه وبيحس بفقد حد قريب منه وعايش معاه. خليكم قريبين عشان تقدروا تكونوا داعمين لشركاء حياتكم لو حصل لا قدر الله فقد واحنا قلنا ان الفقد بس مش بيكون بوفاه حد الفقد كمان ممكن يكون لفقد عمل لفقد حد لفقد صديق لتغير احوال حواليه كل ما قدرنا نكون داعمين لشركاء حياتنا لما يحسوا بالفقد هيحسوا بقد ايه احنا قيمه اضافيه في حياتهم يا رب اجعلنا على الدوام سبب من اسباب الفرج وجبر الخواطر والرحمه لشركاء حياتنا واجعلنا دائما في رضاك وفي حماك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اجعلنا من اهل الرحمه ومن اهل الدعم ومن اهل جبر الخواطر يا رب العالمين واجعل هذا في خير حاله مع شركاء حياتنا واكرمنا بذلك بسعه وبركه تملا بيوتنا وتملا حياتنا بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجاوب على اسئلتكم المباركه ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحه برنامج ولا تعسروا اللي هي بتفضل جسر من نور بيننا وبينكم عشان تفضل مجالس العلم ومجالس البركه مفتوحه دائما حتى وان انتهى وقت حلقتنا. تعالوا ناخد اول سؤال من عندنا النهارده وهو سؤال من استاذ جمال استاذ جمال. ايوه. تفضل يا استاذ, أستاذ جمال. لو سمحت الاسره مكونه اب وام وولد وثلاث بنات. الاب توفى ثم <سومة> الابن والابن كان متجوز ومخلف اولاد وبنات معلش يبقى عندنا دلوقتي عندنا ام وكم ولد؟ وثلاث بنات اللي ولد كان الولد توفى الولد توفى قبل أقل... قبل الام قبل, الباب. الاب قبل الاب بقى قبل الاب لا مع بقى الام. الام. بعد الاب بعد الاب يعني هو كان احنا بنورث مين؟ بنورث الام بنورث من الام ولا من الاب؟ ما هو دلوقتي الاب توفي يا سيدي الأول خالص إحنا بنورث مين؟ الأب ولا الأم؟ لا ده الأخت. إحنا مش عارف يعني أنا أنا بقول بقول لك قلبي معلش واحدة واحدة دلوقتي أيوة. مين اللي توفى اللي هو ساب التركة؟ مين؟ الأب الأب دلوقتي أيش. خلاص والأب أوه. لما مات ساب أم وساب ابن وثلاث بنات صح؟ ساب... أيوة ساب أربعة أيوة, أيوة. ولد وثلاث بنات صح كده؟ أيوة أيوة طيب. جه جه الابن معلش الاول خالص نبقى الام هتاخد التوم والباقي والبا... والبا... ياخدوه الاولاد تعصيبا اللي بعده للذكر مثل حظ الانثيين ايه اللي حصل بقى جت الام, الام توفيت بقى لا الابن اللي توفى اه الابن بقى توفى الابن اللي هو احد الابناء وبعدين أيوة. اه وطبعا هو كان قاسم مع اخواته ومع عمه يعني قاسم خد حقه خد حقه طيب يعني فين السؤال جل... 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 ركن الام والاولاد والبنات لوحدهم وهو خد ايه اسمه طيب فين السؤال جه بعد كده الام توفت اه وما رضتش تاخد في مراسه ايه اولاد ما تعالوا خدوا مراسل ابنك قالوا لا وزعوا على بعضيهم طيب على اولاد الابن جه في بقى ثلاث بنات فاضلين منهم بنت توفت وكان معاها ولد وبعد كده في بنت توفت يا تاني حبيب بقى قلبي واحده واحده بس واحده واحده آه. الام آه. توفت اه فوزعنا الاموال على البنات الموجودين ما خدوش البنات ما خدوش من امهم مخدوش. ما انا ماليش دعوه خدوش هم دلوقتي احنا بنوزع عليهم التركه وبعدين ياخدوا ولا ما خدوش؟ ماشي ماشي خلاص وبعدين ماشي وبعدين في اخت توفت بقى عندنا لسه في اختين وأختين وفي اولاد الاخت دي ايوه وبعدين اه ال... الاخت اللي توف... ال... ال... الأخت اللي الاختين اللي فاضلين منهم واحده معاش اولاد طيب ومنهم واحده معاها اولاد طيب اللي معاش اولاد دي توفى لا 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 بص يا سيدي عشان انت كده في حاجه اسمها هيحصل في حاله من حالات ايه؟ تناسخ وحالات من حالات كده لو سمحت انت عملت اعلام وراثه ولا لا؟ طيب يا سيد جمال انت دلوقتي تعمل اعلام وراثه وتجي على دار الافتاء المصريه لان كده انت بتعمل علاقات متداخله جدا 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 من غير ما انت تكون ضابطها انت بتقول لي في حد مات مين اللي لسه فاضل في التركه مين اللي فاضل من الناس فالجواب على الهوى ده مش شأن مسائل الايه مش شأن مسائل الميراث اللي هي مليئه بهذه, ال... بهذه 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 المناسخات يبقى الحل هو ايه ان حضرتك تتفضل عندنا في في عندنا اداره اسمها الحساب الشرعي تجينا بكل هذه التفاصيل عشان نقدر نجاوب عليها لان المساله محتاجه نسال مين اللي فضل حي وهل في اعلام وراثه ولا لا عشان نعرف مين اللي لان انا ممكن اجاوبك دلوقتي يبقى في حد في اعلام الوراثه ما تذكرش فيجي يقول له والله الشيخ قال لي ان انا وارث وانا طبعا مش عارف مين الورثه فلازم يكون في اعلام وراثه عشان نتاكد على مين اللي كان فاضل من الناس لما حصل الوفاه عند كل واحده سواء مع الاب ثم الام ثم الابن ثم الاخت ثم الاخت الاخرى كل ده محتاجين نعرف مين اللي كان فاضل من الورثه لان احنا محتاجين ان احنا نتيقن منه معانا مين اذا يا ساده يبقى عندنا في مسائل يبقى عندنا في مسائل الميراث دي احنا محتاجين في كل مساله من مسائل الميراث دي ان احنا نتاكد ان الشخص مين الاشخاص اللي كانوا احياء اللي احنا عندنا ثلاث شروط في مساله الميراث ان احنا عندنا يبقى في وفاه يبقى وفاه المورث وحياة الوارث ووجود التركة فلازم نتأكد من الثلاث شروط ديت عشان تكون هناك تركة أستاذ إسلام تفضل السلام عليكم أستاذ إسلام أتمنى على حضرتك بس أن أنت تعطي التلفزيون وتسمعني من التليفون لو تكرم حاضر يا لو سمعت يا فندم عايز أعرف بس في صلاة الدور وصلاة العصر لو أنت بس عملت كده زي ما أنا قلت لك أيوة تمام يا فندم اتفضل يا سيدي صلاة سلات... أنا... الدور وصلاة بالنسبة... العصر اه هو مش اول ركعتين بيتصلى فيه بتصليهم من قراءه الفاتحه وسوره طبعا صح وبعد كده هو بتقول التشهد بس التشهد انت بتقول بنقول التشهد التشهد الاول نعم وبعدين أيوة تمام طب في الركعتين بتقرا سوره الفاتحه بس سوره الفاتحه بس, سورة بس نعم تانية؟ لا سوره الفاتحه بس يعني مش سوره ثانيه لا بنقرا سوره الفاتحه فقط بس خليني اقول لك حاجه بما بم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سالوه عن ان نتوضا من ماء البحر قال هو الطهور أول الحل ميتته ممكن نزود ان انت لو قريت بصوره كمان صلاتك مش هتبطل لكن هو الاساس ان بنقرا في ال في 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 الركعتين الاولين بالسوره بالفاتحه وسورة ونقرا في الركعتين الاخرين ماذا بالفاتحه فقط بالفاتحه فقط معانا الاستاذة شهد ايوه سلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضلي يا استاذ شاهد حضرتك انا من فتره كده وقعت في الحمام وكده سلامات على حضرتك الله يسلم بعديها على طول انا تعبانه من ساعتها نفسيا كده نفسيتي تعبانه يعني كارهه نفسي وكارهه الناس بس إيه دايما بس هو ايه اللي ايه اللي ايه اللي, إيه اللي خلاكي ربطتي ما بين ان انت وقعتي في الحمام واللي حصل لك ده من كراهيه نفسك لا نعم ما كنتش كده يعني او قبلها وكده طيب او على العموم على العموم بس حضرتك هو ما فيش حاجه عند حضرتك خالص بس انا, بس أنا يعني زي ما بحش بشوف تخيلات وكده و... ايوه تعالي بقى نشوف بي. التخيلات دي بقى كان سببها آه. ايه ما فيش ما لهاش سبب خالص خالص بسقوطك في الحمام لكن هو إيه؟ يبدو والله اعلم ان هذا السقوط عمل حاجه تتعلق بثقتك بنفسك فحاسه ان انت مش مزب... مش مظبوطه حاسه ان ثقتك بنفسك وكانك فقدتيها فلذلك الحاجات اللي زي دي بيبقى محتاجه حاجتين ان احنا نتاكد بس إن حياتنا ما وقفتش يعني مثلا لو إن حصل ده فبطلت تروح الشغل أو حصل ده فكانت واحدة بترضع فبطلت إن هي ترضع أو حصل ده فإيه اللي حاصل؟ فابتدت إن هي تكره ابنها المولود ده ومش عايزة تشوفه أو مش عايزة تعيش مع أي حد أو بقى عندها حالة إن هي بدأت تجرح نفسها كل ده يبقى إحنا محتاجين طبيب نفسي على طول لازم نروح لطبيب والأمر التاني إن إحنا نستمر بقى في الذكر والامر الثالث ان احنا ما نلتفتش لهذه الحادثه كل ما تيجي في ذهننا نزحها من من ذهننا خالص لان مش هي دي السبب لكن هو توافق ان هذا التغير في شخصيتنا يحصل مع الحدث اللي حصل ده فعشان كده احنا لازم نعمل الحياه الثلاثه اللي احنا قلنا عليها ده لو ان حياتنا عطلت يبقى احنا لازم محتاجين دعم نفسي الحاجه الثانيه محتاجين نذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا الحاجه الثالثه محتاجين ننفي عن نفسنا ونبعد عن نفسنا كل تذكر لهذه الحادثه اللي انت حضرتك رابطه ما بينها وما بين اللي حضرتك فيه. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك الخير والتوفيق والسداد والحفظ ان شاء الله بكرمه ووده يا رب العالمين. فاصل ونرجع تاني نكمل اسئلتكم المباركه ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا الاستاذ ابو ابو ملك نعم اهلا وسهلا استاذ ابو ملك اتفضل الله آه. يبارك لك يا شيخنا الله يبارك فيك اتمنى على حضرتك بس ان حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون ممكن والله انا انا خالص والله طب معلش يمكن انا وداني سامعه كانت تعالي شويه اتفضل الله يبارك حضرتك انا متجوز بقالي 13 سنه امم والست اللي معايا ديت انا دخلت عليها بثلاث اولاد طيب عدى سنه واحده بس بعد كده ال 12 سنه ربنا يعلم مشاكل على طول مش عايزاني انفق على عيالي انا جبت منها ثلاث اولاد معلش انت دلوقتي الست دي انت اتجوزتها من 13 سنه ثلاث اولاد دول اولادك بي... انت ولا اولاد أ... ولا اولادها لا من أولاد زواج أنا تاني من ست... من اولاد انا من ست تانيه آه يبقى أولادك أنت مش أولادها هي. بالظبط. طيب. فيبقى أنت عندك دلوقتي فأنت عندك دلوقتي ست أولاد. بالظبط. طيب السؤال بقى فين؟ السؤال حضرتك إن أنا هي مش عايزاني ننفق على عيالي التانيين دولت بأي حال من الأحوال. ما ينفعش. دول هم سنهم كام؟ استنى بس يا حاج استنى بس يا حاجة... حاج أبو ملك. سنهم كام الأولاد دول؟ لا أنا عندي اتنين متجوزين وواحد لسه 17 سنة. ما الاثنين متجوزين انت دلوقتي هتنفق عليهم عشان ايه معلش في ظروف انا عندي ابني تعبان ما بنضطر نديله ما طيب بس هو دلوقتي ابنك دلوقتي المفروض دلوقتي هو بيقوم بالانفاق على نفسه لان ده رب اسره لكن بالزبط. هو لو محتاج وانت هتديله مفيش مشاكل بس هو الاساس ب... اسمعني طيب بس اسمعني بس هو الاساس ان هو رب اسره وهو بينفق على هذه الاسره وبينفق عليها انت بتساعده لا باس بس هو دلوقتي ما ينفعش ان انت تساعده وفي نفس الوقت عندك اولاد ما بيقدروش يتكسبوا فايه اللي بيحصل فبتأثر معاهم، يعني انا اضرب لك مثال ابنك ده بيقدر يتكسب وانت عايز تديله فلوس عشان يحسن يحسن معيشته فيشتري مثلا شقه جديده او يشتري عربيه او يشتري اي حاجه، واولادك التانيين دول محتاجين انهم هم يدخلوا مدارس فما ينفعش ده فاهمني يا حاج ابو ملك؟ وفاهمك يا دكتور وفاهمك فين سؤالك بقى؟ السؤال بقى اللي هي على طول مؤاخذه لما بيحصل اي حاجه وتعرف ان انا اديتهم اي فلوس بتقوم مشاكل مشاكل لا بعدها مشاكل انا بقالي ال 12 سنه بهذا الوضع فين الوقت. السؤال بقى؟ فين السؤال؟ السؤال حضرتك دلوقتي ان هي لما بتيجي تغضب بتسيب عيالها وتمشي اه وعندها بتفضل مؤاخذه بتفضل اهلها عن بيتها وجوزها وعيالها ايوه فين السؤال بقى؟ السؤال بقى ليا دلوقتي مش مش عارفه معنى الزوج ايه احتياجات انا ايه خلاص انا هكلمها يا ابو ملك واقول لها واقول لها تعمل ايه بص يا ابو ملك اولا هي بتعمل حاجه اسمها تصرف انتقامي زي ما انت عندك عيالك اهم عندك من منها ومن اولادها هي فاهمه كده انا طبعا كل الكلام دوت ما ينفعش لان كل الكلام دوت والعياذ بالله غمس غمسنا في أوحال سوء الظن الله سبحانه وتعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن انت بتظن فيها وهي بتظن فيك والعياذ بالله فالدنيا موحلة وما فيش كلام ولا في صدق بينكم انتوا الاثنين ما عندكمش بينكم وبين بعض غير ان انتوا طول الوقت ظنين في بعض الظن السوء فهي ظنة فهي بتقول ايه بدل انت عندك اولادك اللي هم كبار اهم عندك وعلى فكرة هي مش شايفة اولادك هي شايفة إن أنت الست التانية أهم عندك من الست الأولى اللي هي 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 وهي شايفة إن ممكن ده يكون ده نوع من أنواع الحنين للمرأة الأولى وعشان كده إيه اللي بيحصل فبتعمل كل الإجراءات الانتقامية دي إن هي تعمل إيه تخليك تحس بإيه قد إيه هتفقد لما تاخد نفسها وتروح لأهلها وتسيبك وإنت قلت عبارة كده إن هي كمان بتمنعك من حقوقك الشرعية الحقيقة إن كل دوت خطا من الج... من الجانبين انت لازم تهتم باولادك اللي هم ما زالوا ولازم تديهم اهتمام اكتر اهتمام اكتر ليه لان هم حتى الان محتاجين نفقه زياده وانت لو سبت اولادك الصغيرين دول فانت واقع في في قوله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول فعليك ان انت تهتم باولادك لكن انت ازاي انت مش عايز الست تمشي كلامها عليك وتحدد لك تعمل ايه وما تعملش ايه والله ده مشارحه فانت جاي دلوقتي عايز تحسسني ان هي يا عيني هي اللي عامله المعصيه بس انت كمان لازم تهتم باولادك اللي لسه بينشأوا. فانا رايي ان انتوا الاثنين محتاجين تقعدوا مع بعض وتتقوا الله سبحانه وتعالى انتوا الاثنين في بعض ولا بد ان انتوا تعلموا ان حسن العشره واجب عليكم انتوا الاثنين فانتوا لازم تتقوا الله سبحانه وتعالى في بعضكم انتوا الاثنين اطلبها واقعدوا مع بعض واتكلموا انت يا ستي ايه اللي يصلح البيت ده طبعا بلا شك لو كانت هي بتمنعك حقك لو كانت سابت البيت بدون سبب لكن لو هي سابت البيت بتقول لي لانه ما بيصرفش على العيال هاجي اقول لها ايه هاجي اقول لك انت اصرف على اولادك وعشان كده لازم انتوا تقعدوا مع بعض وخيرهم الذي يبدا بالسلام انت ابدا انت عشان انت رب الاسره وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك لك الامور هي ان كانت ثابت البيت بلا سبب حرام عليها وانت لو كنت بتمتنع عن الانفاق بالاعتدال على اولادك الصغار فده حرام عليك انت كمان فاتقوا الله سبحانه وتعالى في بعض مش ما في المشكله اللي بينكم ده سببها انتوا الاثنين فلازم تكونوا انتوا الاثنين سبب انتوا الاثنين الحل بتاعها معانا مين استاذ صابر اتفضل السلام عليكم ازيك يا مولانا وعليكم السلام ورحمه كل الله سلام وبركاته وحضرتك طيب وحضرتك طيب وبصحه وسلام استفسار عن عن الميراث حضرتك اتفضل انا عندي اخت توفت قبل جوزها بسنه طيب وجوزها توفى بعدها بعدها بسنه وهم ما عندهمش اولاد وعندهم ميراث طيب وعنده اخ غير شقيق طيب اخ غير شقيق يعني 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 اخ الاب ولا اخ الام آه هو اب هو من الاخ آه اخوه من الاب طيب بعدين. تمام. و... وبعدين تمام آه وبعدين طبعا هم لجؤوا رجعوا الاول للمحكمه والمحكمه طبعا ما انصفتش الاخ اللي هو غير شقيق اه شوف بقى يا سيدي ايه اللي حصل أو ده استنى بقى استنى بس يا حاج صابر استنى يا حاج صابر اه احنا بقى ده اللي احنا ما بنحبوش اللي هو فكره ايه وال والمحكمة ما أنصفتش الأخ غير الشقيق فإيه اللي حاصل؟ اسمع بس اسمع بس فيبقى في فيبقى إيه الكلام اللي عندنا؟ دايما يقولوا لنا كده يقولوا لنا ده والله العظيم ده ظلموا ما أعرفش ليه بقى؟ لأن في في عقول الناس إن في فرق ما بين الشرع والقضاء، لا ده قضاء المسلمين ده نعم. اللي قاضى ده قضاء المسلمين ويبدو ان في اثباتات كانت لازم تز... لازم تظهر إن مفيش ورثة تاني أو إن في أوراق تانية أثبتت إن في ورثة تانيين. صح كده؟ أه في أخت أخت شقيقة للي آه شفت إزاي؟ شفت إزاي؟, إزاي أخت شقيقة شفت إزاي يا مولانا؟ ما أنا هقول لحضرتك. طيب اتفضل. آه, آه فهم لما رجعوا المحكمة طبعًا الاتنين بعدوا عن المحكمة ولجوا للقعدة العرفي. لا بص يا سيدي أنت هتروح تعمل إيه بقى؟ بدل المسألة دي مسألة نزاع وأنا بقول لكل الناس اللي بيفتوا على الهوى إذا كانت المسألة مسألة نزاع لا تفتي على هوى لازم الناس تيجي قدامك وتحقق بينهم واوعى تقع في الفخ ده اللي هو فخ إيه مسألة النزاع على العموم الأخت الشقيقة بتقوم مقام العصابات مع وجود البنات فأنت دلوقتي بتقولي إن هما دلوقتي رجحوا الأخت الشقيقة على الأخ الأب صح كده؟ فاذا كان المساله كده فيا سيد صابر لو سمحت هات الاوراق بتاعت حضرتك وتعالى نشوف الكلام ده ومساله ارجوكم بلاش فكره ايه ان احنا سبنا القضاء ورحنا للاعادات العرفيه احنا عندنا قضاء القاضي يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا فاذا قضاء القاضي فاذا القاضي قضى ما ينفعش ان احنا نسوب نسيب قضاء القاضي وبعدين نعمل ايه نروح للحكم العرفي لأن القضاء القاضي ده أقوى من المجالس العرفية وقضاء القاضي ده ملزم عارفين الفرق ما بين اللي أنا بقوله دلوقتي وقضاء القاضي في المحكمة إن قضاء القاضي في المحكمة ملزم والفتوى غير ملزمة يعني إيه غير ملزمة يعني الفتوى بتعلمنا آه وبتبين لنا الطريق آه وبتعرفنا حكم الله آه بس مين اللي قادر ينفذ بيانه للحكم الشرعي بالقوة وبسلطة اللي ربنا اداها له القاضي فانت لازم لازم تعرف كده طب انا بقول كده ايه اللي هيحصل هيجي بعد شوية يتنازع الناس تانية بعد قضاء القاضي وبعد الاحكام العرفية ونقول برضو زي ما حضرتك قلت كده ده ما انصفوش الاخ الاب يجي بعد كده الاخت الاخت تقول ايه ده والله ظلموني وخدوا حقنا ويبقى المشكلة بعد كده في الاجيال اللي بعد كده لا انتوا ترجعوا لقضاء القاضي وقضاء القاضي هو البيان الحقيقي للحكم الشرعي وهو دوت اللي ممكن يحسم الخلاف اللي بينكم يا رب اجعل أحوالنا دايما يا رب في رضاك واجعلنا نبتعد عن الشقاق وعن الخلاف واجعلنا يا رب سبب من أسباب دعم شركاء حياتنا لكي يذهب عنهم الأسى واجعلهم يا ربنا اذا وقفوا بين ايديك يشهدوا باننا قد, جو... قد جبرنا خواطرهم ليكون ذلك بابا من ابواب فتح ابواب الجنات علينا وان يكون ذلك سببا من اسباب نزول الرحمات والالطاف على بيوتنا اللهم علمنا كيف نكون قادرين على دعم شركاء حياتنا حتى نفتح لهم بابا لرؤيه نعمتك بان الحياه ما زالت محل نظرك بلطفك وبكرمك وودك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اجعلنا دائما في سعتك وفي رضاك في كل وقت وحين